الحقيقه يا كابتن هاني، مباراه كل شويه هقول هذا الكلام، مباراه صعبه، مباراه مهمه وكل حاجه، ولكن في النهايه الاهلي يظل دائما النادي الاهلي، والاهلي يستطيع. احنا يا جماعه واحنا بنلعب بايرن ميونخ كنا عايزين نكسب يعني. الهلال فريق قوي وعنده كام و40 مليون يورو صرفهم الفتره دي علشان، او كام و30 عشان كاس العالم للانديه فقط، وكان حلمه ان هو يلعب في كاس في نهائي كاس العالم للانديه، ولكن في النهايه يا جماعه احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي. انا حاسس بموضوع، لا انا العب ان انا النادي، زي الكلام اللي قاله بيتسو موسيماني النهارده عجبني جدا من زمان، لكن النهارده الكلام بتاعه عجبني. صحيح، هو طبعا لازم يكون دوت متواجد بشكل كبير، حتى تلاقي في احيان كتيره جدا اسلام انك فعلا وانت بتلعب البايرن وتحس ان انت لا عندك طموحات كجماهير النادي الاهلي انك تكسب، وممكن جدا تزعل انك تخسر من البايرن، ودي انا شايف انه شيء ايجابي جدا جدا، والشيء ده بيوصل للعيبه بشكل مستمر، ان الجماهير دايما عندها طموحات انك تكسب اي فرقه. في فوارق على المستوى الفني على المستوى البدني طبعا، لكن حته ان دايما جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندها الاراده والطموح انها تكسب حتى بمستويات ممكن نكون نقول انها اعلى منها فنيا وبدنيا، لكن هو دوت اللي زي ما بيقولوا كده الشعله دايما اللي قايده علشان ما يوصلش للعيب في يوم من الايام ان انا لو اتغلبت خلاص ما فيش مشكله. دي نقطه مهمه جدا يعني. صح. عمر النادي الاهلي وانت تواجدت في النادي الاهلي ان عمر لو وصل لك الجزئيه ديت وصل للعيبه الموضوع انتهى. بس اخيرا قبل ما اطلع الفصل برضه يا كابتن هاني، لانها مهمه جدا، احنا في المباراه اللي فاتت كان هناك يعني الناس كلها كانت حاسه ان احنا بنلعب بالميراس، بعد المباراه الناس كانت زعلانه جدا جدا جدا. صحيح. خلاص. صحيح. وطلعت غضبها الحقيقه وانتقدت اللاعبين وانتقدت المدير الفني، ولكن تاني يوم الحقيقه تاني يوم المسانده والدعم من خلال على كل، انا بعرف ده منين؟ من الشارع، واكيد حضرتك بيقولوا لك انا كنت موجود في الامارات وقالوا لك الناس قالت لك ايه وكلموك ازاي وانت جيت قلت لي، والناس اللي بتقابلني في الشارع، الناس اللي على السوشيال ميديا، الدعم اللامحدود الحقيقه من جمهور النادي الاهلي لفريقه قبل هذه المباراه الهامه جدا. انا كنت زعلان منك بس ما خلاص انا هو ده طبيعي، وكنا يعني حتى الزعل زي ما بقول لك الزعل ده بيبقى شيء ايجابي جدا ان حتى اللعيبه تحس بالزعل، انت يعني الجماهير هتزعل مني، ما فيش مره يوصل للعيبه ان انا يعني انا لو اتغلبت خلاص ما فيش مشكله، لا دايما بيكون في نقد، لكن بعد النقد ده زي ما اسلام دايما المسانده ودايما الفرحه، وده تم كمان بعد المباراه على طول يا اسلام. صح. والجماهير كانت زعلانه لكن. صح. في نفس الوقت بيشجعوا فرقتهم وبيساندوهم بشكل كبير، لان كمان اللي جاي كمان اصعب، اللي جاي ان شاء الله باذن الله كمان ان احنا كمان ناخد ال11 ونكون متواجدين مره ثانيه في كاس العالم للانديه، هي دي طموحات النادي الاهلي يا اسلام دايما يعني. ودي حقيقه، وكاس العالم ينتظر بطل جديد،